كما أفدنا منذ قليل بأنه بسبب الوضع المتدهور وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، وطلب من مختلف أفراده الالتحاق بقطاعهم وألويتهم لتأدية واجبهم الوطني. رشفت ايدي عالورق، شوق اللي بقلب احترق، يوم اللي ما بشوفك فيه بيمرق حس وما مرق. شو بدي بعمري انا من بعدك ضاع الهنا، حبك حلم بايدي كان والحلم بلحظة انسنى. وتعبت ليالي سهر ما عاد قادر قلبي اليوم ينطر أكتر ما نطر. شو بأحلم نرجع سوا ونعيش ليالي الهوى، بعدك زاد بقلبي جروح أن أعلن قرار وقف القتال حتى نزل الألوف إلى الساحات للاحتفال وملاقاة أفراد الجيش الذين عادوا إلى أهليهم وبيوتهم
بعد طول غياب على الجبهات.